الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم الخاص بجانب من ذاكرة حومة مدينة مراكش، برنامج الحومة القديمة. اليوم احنا في ضيافة الحلقة الثانية من الموضوع اللي اقترحه البرنامج تربية الحمام بمدينة مراكش، طقوسه آلياته، مواليه الناس الشيوخ ديالو، كيف كانوا تيربيوا الحمام، كيف تيتعاملوا أصناف الحمام. توقفنا في الحلقة اللي مضت مع السي العرجوني مولاي حسن، تكلم لنا على الأنواع ديال الحمام، إلى جانب الأخ سيدي أحمد الزواق. اليوم كذلك غادي نسترسلوا في حديثنا حول هذا الموضوع، لكن قبل ذلك كنوجه عناية السادة المستمعين اللي تفاعلوا مع الموضوع وتواصلوا معه. أرقام البرنامج موضوعة أمامكم للاتصال بالبرنامج في الجزء الثاني بعد الساعة الثانية عشرة والنصف، 0524-44-79-45، 0524-42-25-90، أعيد 0524-44-79-45 أو 0524-42-25-90. ما تفوتنيش كذلك الفرصة بأنني نوه بالمجهود اللي تقوم به دائما بشكل لا مشروط، بمحبة وبحب كبير خالص لتاريخ مدينة مراكش ولتوثيق هذا التاريخ، الأخ المقيم بألمانيا ابن مدينة مراكش العلوي الفهمي مولاي المهدي، اللي ما فتئ يسجل الحلقات ويضيف إليها صور ويضيف إليها مقاطع فيديو وكيوضعها على الشبكة بالضبط باليوتيوب، ووضع يعني صفحة خاصة بالبرنامج موضوعين فيها العديد والعديد والعديد من حلقات البرنامج بحلة أنيقة جدا وبجمالية فائقة. فشكرا لك سيد العلوي. كذلك اليوم كان في الحلقة اللي مضت اتصال بسي بالنيسي اللي تكلم لي على مجموعة أشياء كتهم الحمام بمدينة مراكش، إلا أن ضيق الوقت ما سمحش باش نتواصلوا معه، وكيف وعدته وكيف وعد سادة المستمعين على أنه يكون معنا في هذه الحلقة، فأنا ممتن له على قبول دعوة البرنامج. سيد محمد بالنيسي الله يسعد صباح، صباحكم سعيد. إلا ممكن أسدي محمد تبسع على الراديو اللي حداك باش لا دروكا مزيان دروكا مزيان كنسمعك. سيدي محمد في الحلقه اللي مضات تكلمتي لي على القدوم ديال المغفور له محمد الخامس رحمه الله لمدينه مراكش واحتفاء المراكشيين به بهذيك الطلقه ديال الحمام. نبداو في استهلال هذه الحلقه معك بهذا الحدث هذا وبالمعاينه ديالك لهذا الطلق ديال الحمام انذاك. نعم سيدي، اول حاجه قبل كل شيء على ان كاين الصدى ديال الصوت سيدي. انا كنسمعك مزيان سيدي محمد. انا كان واحد الصدى ديال الصوت. واخا غادي نشوف السي محمد منصور الى ممكن يعمل على ايقاف هذا الصدى هذا. نعم سيدي. نعم. وحنا نستسلو في نعم. أول حاجة سيدي أنس. مرحبا سيدي. أولا لا بد النوف هذا المجهود ديالك، لأنه هذا دخل في الذاكرة ديال مراكش أنها يعرفها الإنسان اللي ما مطلعش عليها، وهذا يعني يحمد لك لأن هذا البرنامج هذا يزيد يعرف بالمدينة، لأن مدينة مراكش يعني أهل لهذا الاهتمام من جانبكم، لأن الله يبارك فيك. اللي ربما ما معروفة شيء هذه القضية ديال الحمام. نعم. من المسائل اللي هي كانت يعني معروفة في المجتمع المراكشي على أن عادات ديال 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 الناس يعني في الحوام كيكونوا تيكتبوا هذا الحمام. نعم. والشيء اللي تيجعل مثلا واحد المسألة يعني مقبولة وهو الجيران تيكونوا ما تيجعلها مثلا
عندهم شي تدمر ولا كذا، فرحانين به لانه كيدير الحركه فوق الدار. وكيقول لي يعني الانسان بعد خصها تيكونوا الخصاص في الرياضات وتينزل يشرب. نعم. يعني تيكون حتى واحد النوع ديال النزهه، ودير يعني ذاك المنظر ديال الحمام الشيء اللي تيقول له تبسمو تياكل تيشرب من فوق الخصام. يعني اقل هي كتجي على الانسان المغربيين. صحيح. الابتهاج بهذه المساله ديال الحمام. صحيح. هذه المساله هذه اللي اشرتي لها وكنا قلنا على قضيه انا غادي تبقى في الذاكره ديال المغربيين. نعم. ان من جمله يعني الفرح اللي كانوا مهيئين وهو قضيه هذاك الحمام، باش يشعروا على ان راه الحمام كان يعني من جمله المسائل اللي تيكتبوها المغربيين. نعم. ديالهم، والشيء اللي كيجعل واحد الوجه بينه وبين هذاك الانسان اللي تيكتبوا تكون واحد المسائل ديالتهم كما احبا. نعم. لانه تيعرف هذاك الحمام هذاك السيد اللي هو مثلا شرط عليه راه تيعرفوا في وسط واحد العدد ديال الناس. صحيح. اللي كيجعلوا على انه هذه في الدار تيكونوا فيها الناس كثار، وتيكونوا مثلا الحمام يعني ساكن في الدار، ولوقيتها فاش ينوضوا الصباح تيتسناو باش يعطيو اللقط ديالو تيكون واحد العدد ديال الناس في الدار، ولكن ما تيعرفش ما تيعرفش الاهتمام. نعم. تيلوق ذاك السيد ولا هذيك السيده اللي كتعطيهم معروفه عندهم، تيوليو يبينوا على واحد النوع ديال الفرح ويطلعوا ويزلوا ابتهاج على انه يعني هذا معروف. نعم. الشيء اللي زكى هذه المساله هو محمد الخامس رحمه الله. رحمه الله. الاولى ديالته من بعد المنفقه يعني تصوب واحد القوس قدام شارع محمد الخامس قدام سينما ريجون ديك الساعه. قوس ضخم كبير، وكان يعني مثبت على انه هو المدخل. هذاك القوس كيمثل المدخل الثاني تيكون هذاك الفقشه يعني كتبي الدور عاده تبدا في المدينه ديك الساعه شارع محمد الخامس. نعم. القوس كان يعني هو مسألة يعني تيشيروا ليه هذا القوس اللي كان من الناس انه المدخل ديال المدينه. نعم. ومحمد الخامس رحمه الله رحمه الله جاي في طوموبيل مكشوفه ولقيتها كان تحت القوس بالضبط. هذوك الناس اللي هما تيكسبوا الحمام وجابوا في ذاك الروز ديالهم واحد الكثره كثيره، يعني الناس اللي في دايلان والناس اللي في المخ والناس اللي في بن علي والناس اللي في الزاويه واللي في يعني جابوا اساسو. ولقيتها ملي كانت تحت القوس واحد المنظر جميل خلاب، حلوا هذوك الافير ديالهم وطلعوا يعني فوق سمو فوق الطوموبيل ديال الملك الله يرحمه، وتمو هو جاي في الطواله ديال شارع محمد الخامس وهو جاي. الناس كتعتقد على انه غادي حتى هو يعني في الاستقبال فوق الطوموبيل، الشيء اللي جعلوه قدام خصها كيطرخ النصف كيدوز جهه باب احمر ويمشي للقصبه، والنصف كيمشي يطول باش يدخل المدينه، معناها هو تيرجع للوكر ديالو انه تيعرف من فين ساكن وتيعرف راسو انه الطريق تيمشي بوحدو. نعم. الاختيارات مازال ما تيوصلوش هذاك الانسان اللي هو مثلا تيكتبو حتى هو تيوصلو للدار بعدا لانه رجع للوكر ديالو. نعم. وهذه بقات يعني في الذاكره ديال الناس اللي شافوا وقالوا لهم حنا شفنا هذا المنظر ودائما قدام المخ ديالنا عندنا من المغربيين من جوبل اللي استقبل مراه وحمام يعني الحمام يعني كانت عنده واحد يعني نظره يعني تاريخيه في انه كان يقوم بواحد العدد ديال الامور منهم انه كان مراسل ديال المسائل السريه اللي بالفعل بالفعل وكتكون يعني عدد ديال الامور اللي تقال. وكنشكر انا هذوك الناس مثلا في ديك الحلقه لانه صيدوا يعني جبدوا واحد العدد ديال الاسماء اللي كانوا مهتمين بالاسماء بالفعل مع سي عبد الرحيم البويضة. وهذه المساله سيدي انس مرحبا سي محمد يعني كنشكرك عليها لانه نتمنى على الله تعالى هذوك الدراري اللي كانوا مهيئين بالحمام وكانوا يعني في انه قابتهم على واحد العدد ديال المساله اكيد انه يعاود يرجع لانه في الوقت ما كانوا ملهيين بالحمام كانوا يعني دايرين يعني واحد الثقه بينهم وبين البوائق مجموعه من الموبقات. صحيح سيدي بنيتي انا نختم معك بالمقوله الشهيره في مراكش اللي كانوا المراكشيين حيت تيبغيو يعيروا شي واحد واش بالفعل هو مراكشي تيقولوا ليه شكون هي 40 حانوت اللي كتبيع وتشري وهي ساده. وهذه خبرتيني بها الا ممكن نختموا معك بها سيدي محمد بنيسي. هذه المساله هذه عام سيدي حيت يكونوا مثلا المغربيين في النزاهه وداك الشيء. نعم. وتيجي الوقت ديال يعني تيفرخوا اللغه وكذا وبيناتهم تناس وتيقول له اذا كنت مغربي غادي تقول لنا في كاين 40 حانوت تكون مسدوده وكتبيع وتشري. نعم. الا ما عرفهاش تيقول لي انت ماشي مغربي. نعم. والا هو مثلا طلب المعرفه واستغرت هو شنو تيقول لي شنو هي؟ وهي 40 حانوت كانت سوق الدجاج. نعم. حدا السوق ديال الحميميه. هي
لانه كان دابا هذا السوق الدجاج كان فيه الدجاج وكان فيه الحمام، فيه الحمام. الحمام بالفعل. والشيء اللي من بعد من بعد ما تقلعوا الحوانت ديال الدجاج لانه مع التضخم اللي وقع ديال المدينه وتزادت الاسواق وكذا، يعني بقى الاسم الان باقي هو خفي الزابي تيقولوا له سوق الدجاج. نعم صح. ولكن الحمام تخر. نعم. لان بقى الحمام حتى لواحد الوقت يعني حتى الاخير اسمه تقريبا حتى ال 95 ولا 96 وباقي الحمام يعني كيتباع في هذاك المحل. نعم. ديال سوق الدجاج. نعم. وماذا بينا على انه هذوك الدراري يشغلوا لنا احنا بالحمام حسن الناس، ولانه كانوا شي ناس بيدلعوهم، ولكني في ذاك الوقت يعني كنتي انت مسؤول. نعم كنتي انت مسؤول انا ذاك. نعم نعم سيدي. سيدي محمد بن نيسي بارك الله وفيك، شكرا لك وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. وفي بحر هذه الحلقه غادي نذكر ساده المستمعين ببعض الملاحظات اللي تلقيتهم من زميلك اللي جالس حداك السي الصناجي اللي غيب على البرنامج منذ شهور. هذه تحيه لك وتحيه للاستاذ الجليل السي الصناجي، ونتمنى وانا يعني يسعدني كثيرا على انكم من الاوفياء الاثير اذاعه مراكش ولبرنامج الحومه القديمه. سي بن نيسي عليكم الله وسلام هذوك الاخوان كلهم. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، بارك الله فيك سيدي بنيتي. نذكر كذلك بان واحد المجموعه من الاخوه في حومه بابيلان كيرغبوا يعني وهذا يعني طلب وجه الي على انني نكون صله تواصل ما بينهم وما بين سي بن بنيتي وسي بن بابا، على اعتبار انه هادو جوج ديال الناس اللي يعني عندهم واحد الالمام بالذاكره الشعبيه لمدينه مراكش. انا غادي نكون عند وعدي وغادي ندير هاد صلة الوصل ما بين سيد محمد بن نيسي وواحد الإخوان، مجموعة من الإخوان بحومة بابيلان. في بحر هذا الأسبوع يعني البرنامج توصل بواحد الرسالة عبر الانترنت فيها مستمع كريم يعني تابع الحلقة اللي مضت، يعني عرف بالاسم ديالو سي خالد بن كريم بن وكريم، وبصفته يعني محب لتربية الحمام، وكذلك بصفته الكاتب العام للاتحاد الوطني للجمعيات وفرق الفنون الشعبية. أنا فقط أعزائي المستمعين نحيطكم بما جاء في هذه المراسلة لأنه فيها معلومات قيمة جدا، نتمنى على أنها تضاف إلى المعلومات اللي تقدمت في الحلقة اللي مضت. تيقول ما نصه سي خالد بن وكريم: أشكرك كثيرا، الكلام موجه إلى البرنامج، أشكرك كثيرا على إطاراتك لموضوع تربية الحمام بمدينة مراكش وخاصة تربية حمام الفعل الذي تشتهر به مدينة مراكش عن باقي مدن المعمور. أستسمح أستاذي أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع الشيق والجميل بحكم التجربة المتواضعة التي اكتسبتها في هذا الميدان، فاسم الفعل في حد ذاته غير مصنف ضمن الأنواع المعترف بها دوليا على مستوى تربية الحمام. فهناك كما هو معروف أنواع عديدة للحمام، منها ما هو أصيل وما هو ناتج عن تهجين بعض الأنواع فيما بينها. فكما تطرق الضيف الكريم للأصناف التي تم تقسيم أنواع الحمام إليها من حمام الاستهلاك وحمام السباق وحمام الزينة وحمام اللون، وهو يضيف هنا هذا النوع الرابع وحمام اللون، وهذا النوع ربما غاب عن ذهن الضيف، موجود وله محبوه ومولعه. هذا الحمام تعتمد تربيته بالأساس إلى دراسة عميقة ودراية بعلم الجينات للوصول إلى نتيجة مرضية من حيث انتخاب ألوان نادرة في ريش الحمام. نعود إلى أصل الموضوع، حمام الفعل. كما سبق وقلت أستاذي الكريم، الاسم في حد ذاته غير موجود في قاموس أنواع الحمام، ولكن إذا عدنا للتاريخ وروايات بعض من شيوخ الهواية بمراكش، وحسب ما نعرفه عن أغلبيتهم أنهم أناس غير متعلمين، أناس بسطاء تولعوا بتربية هذا النوع من الحمام والذي يجهل إلى يومنا هذا المصدر الذي جعله يسقط في مدينة مراكش ويسلب العقول، عقول عشاقه ومحبيه الذين انبهروا به ولمحاسنه المتعددة، فاختاروا له اسم الفعل كناية عن المقولة الشعبية لازين إلا زين الفعل، أي أنه معظم الخصال الجميلة في الحمام من شكل
بمعنى هذا الحمام الفعل فيه جميع الخصال اللي مفرقه في الحمام، وهذا ورد في الحلقه اللي مضى مع الاخوه سي العرجوني وسي الزواق. تيتحدث المستمع الكريم على انه فيه الشكل واللون والرشاقة والطيران إلى أعلى نقطة، حتى ويقول بين قوسين حتى تفقده العين المجردة ويغيب عن الرؤية. كل هذا جاء مناسبا لتسميته بحمام الفعل. والغريب أستاذي الكريم، رغم توفر وسائل الاتصال الحديثة لم نجد لمثل هذه الفصيلة أثر بين جميع الأنواع الموجودة عالميا، ما يعطي هنا فرضية أن يكون حمام الفعل أو حمام الفعل ناتج عن عملية تهجين ناجحة بين فصائل أخرى من أنواع الحمام، لأنه في السنوات الماضية الأخيرة عرفت مدينة مراكش اكتساح أنواع كثيرة دخيلة من أنواع الحمام المستورد، والتي يتميز كل نوع منه بخصلة من خصال حمام الفعل. وقد قام بعض الإخوة بتهجين هذه الأنواع بحمام الفعل على أمل أن يكتسب حمام الفعل خصالا إضافية، لكن للأسف لم تكن النتائج مرضية مقارنة مع حمام الفعل الصافي. هذه بعض المعلومات المتواضعة والتي اكتسبتها في رحلة البحث الطويلة عن أصل حمام الفعل. أرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا وأخذت من وقتكم الكثير. شكرا لكم أستاذي الكريم على اهتمامكم بكل ما هو تراثي، والحقيقة أني أعتبر شخصيا تربية الطيور والحمام من التراث الذي يجب علينا الاهتمام به والمحافظة عليه. ويعرف بنفسه كما قلت خالد بن وكريم، ويشير إلى علاقته الحميمية بأحد ضيوف البرنامج سعد رحيم البويضة اللي كان معنا ضيف في حلقة الأسبوع اللي مضى. أنا أترك تعليق أولي لضيوف البرنامج سي أحمد الزواق وسي العرجوني مولاي حسن، تعليق حول ما جاء في المراسلة ديال سي خالد بن وكري. سي العرجوني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للأستاذ أنس الملحوني على الاستضافة، تحية لمستمعي الكرام الأعزاء وبخاصة الكسابة الحميمية، تحية موصولة كذلك لجنود الخفاء الصايرين وراء الزجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقي على ما جاء في تدخل في الرسالة اللي توصل بها البرنامج، وهي خلاصة، جات خلاصة وإضافات نوعية كذلك لما جاء في الحلقة الأولى. اللي أكيد اللي هو ما تيختلفش فيه جوج في تربية الحمام هو أنه انعدام الأصل ديال الفعل. نعم. اللي جاء في المداخلة تاعت الأخ خالد، وأنه بحثنا وقلبنا ما لقيناش شي مصدر اللي هو موثوق. نعم. باش غادي نقولوا ان هذا الفعل مصنف من بين الاصناف العالميه، فتدخل الاخ خالد هو عن صواب، لان حمام الفعل فهم كيف جاء في المداخله ديال السي خالد، هو انه هو جاء عباره عن عمليه تهجين ناجحة. نعم. لأصناف أخرى، فكانت النتيجة على هذا الشكل. هذا ما يمكن أن نقول في التعليق. نعم. ديالي سي الزواق، شيء إضافة كتعليق لهذا المتن اللي جاء في هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الأخ أنس، تحية للمستمع الكرام. التعليق اللي عندي هو أن الفعل نوع من أنواع لهوفورون اللي هو الحمام التي يطير للأعلى. نعم. فالفعل فهو نوع من الأنواع. نعم. لأن الحمام إن الفعل تو تيمشي للعلو. نعم. إلا أن الفعل نحن نشترط فيه بعض الشروط هي الكيفية باش يمشي. هذوك الناس دي اللي عندهم لهوفورون أنه تيعتمدوا على الساعة، تيقول لك شحال قعد في الساعة، شحال قعد 12 ساعة 11 ساعة كذا، وهو طاير. كاين الباكستاني أنه تيقعد 11 ساعة 12 ساعة. نعم. في السماء. احنا عندنا الفعل فعل ولا نوع اخر؟ لا، نوع اخر من الهو من 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 الهوفولون. نعم. احنا عندنا الفعل، احنا تنعتمدوا على الطريقه باش يمشي، ما تهمنا شحال قعد ولكن تهمنا كيف مشى. نعم.
هذا هو المهم عندنا في هالشيء. أنا فقط يعني حبيت كذلك نضيف هذا يعني الورقة ديال الأخ سي خالد على اعتبار أنه أضاف يعني نوع رابع اللي أضافوا المقال اللي هو حمام اللون. حمام اللون بمعنى تيتم التهجين باش تلقاو ألوان مختلفة في الريش ديال الحمام. تتشتغلوا على هذا النوع كذلك؟ احنا بالدرجة الأولى تنعتمدوا على حيث اللون اللي عندنا المحبب هو الرمادي. نعم. حيث هو تقريبا الأصل في الحمام والرمادي، وتيجوا ألوان أخرين، ولكن احنا كيف جاو واش هما عبارة واش جاو على طريق تهجين أو جاو على طريق شي حاجة أو ما هو أصل فالله أعلم، احنا ما تعرفش الله، راه هذه ما يمكنش واحد يجزم بهذه المسألة هذه، إلا أن الفعل بعض المرات باش تشوف هذا الحمام اللي ولا تيدخل هذا الشيء ولينا تنظروا فيه تنقولوا العيون المنقار الشكل تتقول سبحان الله الفعل كيف الفعل الإخوان اللي تكسبوا شيء تيبلو تلاحظوا هذا 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 إن دل على شيء فإنما يدل على الكلام اللي قاله الأخ خالد أن الحمام الفعل هو عبارة عن هجين الأنواع أخرى لأنه تتوفر فيه تتوفر فيه العلو يتوفر فيه الطريقة يتوفر فيه جميع الرشاقة جميع ما يتوفر في الحمام الآخر. أكيد أكيد. سي صنهاجي المستمع الوافي الكريم للبرنامج يعني أشار إلي ببعض المعلومات. نتمنى على أن سي عبد الرحيم البويدة من حومة بابيلان يأكدها لي أو ينفيها لي. تكلم لي سي صنهاجي على أحد يعني الملمين بهذا التاريخ ديال الحمام، قال لي سي أحمد مول الكونترا من أبناء أوتوغزا حميمي، وكان تيعتني بالحمام ديال مولاي علي الشريف، هو اللي كان تيجيب لهم يعني اللقط، وكان تيجمعوا ويجي الباحة ديال الضريح ويغسلوا ويعطي الحمام ديال الضريح مولاي علي الشريف. تكلم لي كذلك على الرحبة ديال الزرع، وكيف كانت واحد المجموعة من النساء كانوا تيجيو يهزوا ما فضل من هذوك الناس اللي كانوا تيبيعوا يعني إما الروز أو القماح أو الشعير وما شابه، وتيهزوا هذيك البقايا وتيعاودوا يغسلوها وهي باش تيتقوتوا وتيبيعوها كلقط للحميمية. تكلم لي كذلك على إحدى الخطارات اللي جاءت ما بين بابيلان وما بين العودة السعدية، هذه خطرة هي كذلك كان فيها الحمام ومعروفة عند يعني الساكنة ديال حومة بابيلان. سي عبد الرحيم واش تأكد معايا هذه المعلومات اللي جاتني عن طريق سي صنهاجي؟ السلام عليكم ورحمة الله. بعد عليك شوية الراديو سي عبد الرحيم. تحية للجميع. نعم، ولا طفي الراديو سي عبد الرحيم لانه ترجع لنا الصوت. مرحبا مرحبا سي عبد الرحيم. تحية للجميع استاذ، وتحية لك كذلك والحومة مدينة مراكش. وتنبارك تنقول لك باسم لك السبب مجموعين تنبارك ليه الزاده سي الله يبارك فيك. انا تعدد عنده شنيبر في المفهوم سي محمد طه الله يبارك فيك. الاستاذ اللي قال السي البنيسي. نعم. وتنتمنى نتلاقى معاه وانا من صحاب السي الصراجي ولد الحومه. نعم. السي قال لنا السي البنيسي بانهم تلقوا الحمام المغفور له محمد الخامس رحمه الله. نعم. تلقنا الحكم الثاني. نعم. 82. نعم رحمه الله. فرنسا وميتيرون لهنا للمغرب. نعم. وتلقنا عليه واحد الصوره كانت رائعه. نعم. فين بالضبط تلقتوا هذا الحمام؟ تلقوا السجيس وتبقى الاستمراريه. يا ربي امين. تلقوا حتى الامير الى حيانا الله. مولاي الحسن. احنا غادي تبقى السلسله ديالنا ولادنا. اللي تقول الدولة العلوية الله يبارك فيك. الكلام اللي قال لك السي الصناجي. نعم. حنا ربنا واحد شوية على من تنقولوا الحمام تيجي للجامع الحمام اللي تيكتبوا لك سبب ديال الفعل. نعم. تيكون خاص في الزيارة أستاذ. نعم. ماشي ديال خطارة ولا ديال هذا ولا تيكون هنا، تيكون في الزيارة وتيكون الاعتناء به بوحده وماشي تيعطيو الناس الخباز ولا شي حاجة تيتشرى ليه الدواء وتيكون في بلاك وتيكون كذا وكذا وتيكون موصول. تصور مول الحمام الى مريض ليه الحمام ديالو ما يعطيش ولدو الدواء يعطيه الحمام ديالو لهذاك ديال الفعل. نعم. يطلع لي من الدولات كل كاين حمام فوق بابيلال كان تيعطيه السي مول الكونترا
كان تيعطيه لواحد المدن تيقول ليه السي هلال لما بلال كان تيهبط القصة وكان واحد العدد الحمام كثير لا في بلال لا في الجامع ديال بلال ولا في الجامع ديال باب الدكالة ولا في الجامع الكتبية ولكن ماشي هذا هو الحس راه تنهضرو حنا والحمام اللي قاصدين حنا الفعل هذا الحمام ديال الفعل الفعل راه تنهضرو كان قالوا الإخوان نعم سي عبد الرحيم أنا يا ريت وبالنسبة لواحد النقطة اللي بغيت نقول آخر حاجة عندنا حنا تنقولوا بأن الحمام دخل لمراكش والتهدى والتهدى للقصر نعم ولكن السؤال الباقي المطروح وهو الفترة الزمنية من دولة من التهدى نعم 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 السي عبد الرحيم حتى نتكلموا على على هذا العالم ديال الحمام بالحويجات اللي هي ضروري اننا نتكلموا عليها وهو هاد الناس اللي تيربيو الحمام بواحد العشق لا بعد شويه على الراديو السي عبد الرحيم هاد الناس اللي تيربيو الحمام وتي يكون عندهم واحد الولع كبير به وانت قلتي تي يعطيوه الدواء وما يعطيوهش لولادهم لهذا العشق الكبير هذا الحب نعم نعم في الحب ديال الحمام استاذ نعم اكيد حيت نتكلموا على الحمام تنتكلموا على العدو ديال الحمام العدو ديال الحمام العدو اللدود اللي هو الباز كاين اللي في البرد اللي في السماء وكاين اللي في الارض اللي في السماء هو الباز واللي في الارض هو المش وكاين واخيرا بدات تبان بعض الطريقة عفا الله الناس عليها تيشوفوا شي حميمه زوين عند شي واحد تيمشي تهزهم له نعم غادي نحكي للاخوان واحد المساله ديال الباز الباز عارفها مراكش كلها هي نعم وتشوف التفاني ديال كيفاش يمكننا نحاربوا العدو نعم. كانوا الناس القدام منهم سي مبارك عبيد ومنهم السي الحطاب وواحد السيد ما عرفش الاسم ديالو ولكن معروف بالتمتام عمر التمتام قال لك السي الزواق عمر التمتام عمر التمتام واحد البازة ساكنه في الكتبيه كتراني عتبقات في الكتبيه تربيه الباز معروفه عند واحد الفرقه قريبه الجديده سميتهم القواسمه يربيو الباز ابن عن جد وتيجيو لمراكش لواحد المسلم حدا الكتبيه نعم. ويضرب لهم ديك البازه وبقات تما كما نقولوا بهذا المصطلح الشيبات على البلاد تتجي لهم الحمام ايوا احكي لنا القصه احكي لنا القصه سي عبد الرحيم تجي لهم واحد جوج واحد جوج واحد جوج وما يتفقوا نعم قلت لك احكي لنا القصه ديال هاد البازه هاد الانثى اللي شغبات الحميميه في مراكش نعم يعني احكي لنا هاد القصة اللي شغبات هاد البازة هاد الأنثى ديال الباز شغبات الحميمية في مدينة مراكش هو راه سي بغيت نحكي لك انا نحكي لك بغيت الأستاذ سي الزواق راه عارفها 100% نفضل سي الزواق يحكي لك انت معنا على يعني على تواصل سي نعم سي الزواق واعد يحكي لنا هاد الحكاية بسم الله ما نتفقوا الاخوان ديال الكتبه لا يعني شحال قتلات هاد الباز هادي كانت قاضية على الناس شحال تاكل في النهار تقريبا قال لك ان المشاش اللي تحت الكتبيه ولاو داير العنقره غير داكشي اللي تزيد البقايا ديال قال لك ان لدرجه ان ما باقيش تاكل تاكل ديك الكبيده وديك القليب وترمي وتتلح المهم مقهرات وما بقاو يديروا المهم يمشيو ديك الساعه هي اسرع من الفعل هي دوك هي الحق الباز انه راه هو الملك ديال السماء نعم المهم كان سي بومبارك العبد اللي كان عبد ديال الشريفه تبارك الله كان معروف بواحد البنيه قويه وصحيح نعم. وكان السيد عمر التمتام المهم هاد الناس هاد ثلاثه الناس خططوا ليها بقاو قال لك يعني يوصلوها وهي في الكتبيه هي في الكتبيه بداو تيشوفوها فين تتوقف في العشيه وفين تتعاود تبيت في الليل تطلع تحت في واحد الطريف ديال القادوس وهما يقبضوا واحد الطرف ديال السركوس والشبكه وهما تيترينو ودابا بمبارك العبد مع صحيح وداكشي كان تينزل هذاك عمر تنتم بمعنى تيطلع للفوق للفوق الكتبيه وتيقبض الراجل من رجليه وتيعقدو بالقنبه وتيدليه وتيبدا تيتريني تيضرب هذاك القادوس تيضرب تيتريني حيت هي تتخشى القادوس تتوقف فوق الجنب ديال القادوس تتكون في واحد الوقيته وواحد الوقيته تتحول هما بقاو عاسين عليها رصدوها امتى تتحول امتى تمشي لتماك الوقيته فاش قال لك
عبروها فين واقفه هو يقبضوا هذاك ونزلوا من رجليه قبضوا من رجليه ومعقدوا بالقنبه وقبضوا من رجليه ونزلها ونزل هو ينزل بداك السركوس صح على تماك هي فاش طاح على ويد غوت قال لك بحال شي معزه قال لي غوتات وملي قبضوها بديت دير قبضات برجليها قبضات ديال رجليه قبضات الجلابه والشكاره قبضاتهم انطراتهم من الشكاره ديال الجلد اللي تكون فتحت الجلابه انطرات الطرف منها وميدبحوها وداروا عليها النزاهه ذبحوها وما بغين ما كانوش داروها وقال لك هز رجليها وتيدوز هذاك تيكون تيدور وتيتلاقى مع الكسابه وتيقول لي ارجلي الكفره هما عجيب المهم شوف كيف الناس الحب ديالك الحمامه انها تدي ليه انها تدي ليه انا قال لك الراجل كان قال لك تيبقى راجل كبير وغادي وتيشوفها جاي وتيقول لها عندك الكفره عندك الكفره وتيغوت ما تيشعرش اش يقول قال لك سبحان الله العظيم بالفعل سيدي عبد الرحيم يعني المراكشيين في ذاكرتهم او الحميميه في ذاكرتهم حيت قبطوا الكفره راه ذبحوها وكلاوها يا ريت نتكلموا على النزاهه ديال الحميميه هذيك الطقوس انه كل حنطه كانت عندها نزاهتها الدقيقيه الدباغه اللباطه وما شابه الحميميه يعني نزاهتهم كيف تتكون والالوان التراثيه اللي تتكون تتاتت ذاك الفضاء ديال الجلسه ديالهم ربما استاذ محال ماشي زعما ماشي تفاخر هذا محال كاين شي حد اللي تنزل هذا البروموسيون ديالنا حنا ديال هذه الحميميه نعم تقريبا كنا تنكقوا الحمام نهار الجمعه في الصباح نتنزلوا في العشيه ونتلقوا نهار الحد ونتنزلوا ثاني في العشيه نعم وهنا واحد المجموعه تيرجعوا في الاخ الحاج عبد الخالق كانت عندنا واحد المجموعه بدينا تقريبا تنتسموا سيف كامارات كنا هي 16 سيف كامارات عجيب سيف كامارات معروفه هادي ومعروفين منهم الحاج عبد الخالق الله يطول عمره ومنهم الحاج بومنديل والسي عبد العالي الله مغفرنا له ولاه والسي محمد الزدو وبدينا واول نزاهه تقريبا درناها اذا ما نقول لك عدلناها تقريبا في 76 نعم وبدينا كنت نمشيو للنزاهه حتى ولينا تنباتوا تنقعدوا ثلاث ايام واربع ايام في النزاهه ونذبحوا بحال عام تيجيو تيمشيو معنا بحال مولاي الله يرحم مولاي العربي السي احمد مكروم واخر نزاهه تقريبا درناها على تحت اطار الجمعيه وجمعنا فيها سيره الرحم جاو للناس اللي ما تشوفوا مده فوق من 20 عام يا سلام 20 عام ما تشوفوا الناس وقفنا 20 عام وتشوفوا في النزاهه ودابا تنديروا النزاهه حاليا باقي تتقوم واحنا مستعدين لها باش نديروا لها وان شاء الله غادي تكون من الطرف واللي بغى يجي مرحبا به الله يبارك فيك الله يبارك كي تيقوموا بها الحميميه اللي ما عندوش ما كاين مشكل والناس اللي وسع لهم الله تيعطي هذا كل تيعطي وتمشيو لعرفه تمشيو لدار الامير اللي هو معروف السيد سي احمد حارقو دوزنا عنده نزاهه من المخيره بالدقه ديالها بنعمه تيجي بالشواه ديالها بالبساطه بشي مسائل ما تصولكش على الباب رائع داك الشيء سي عبد الرحيم نعم تنتم غادي الصباح وتنطلقوا الحمام هذيك العمليه ديال الطلق بطبيعه هذه العمليه ديال الطلق مهمه جدا نخليو السي العرجوني يتكلم لنا على القاموس ديال الطلق ديال الحمام يعني القاموس الداخلي ديال الحميميه هذيك العمليه ديال الطلق القبضه ديال الحمامه واش تطلق الذكر والنتوى ولا غير النتاوي بوحدهم وما شابه بالفعل سيدي انا غير هو باش نوضع المستمعين الكرام في 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 موضوع الحلقه ديالنا لان المستمع العادي تيبان لي انه الحمام تيبان تيشوفوا بواحد النظره هو عادي كل الحمام بحال لا واكيد انه هذا النوع هذا ديال الفعل راه عنده واحد النظره خاصه عنده مولعين ديالو كيف ذكرتي انه كاين الاصناف ديال اللون اللي ما ذكرتش في الحلقه اللي كانت كل صنف الا عنده الناس ديالو المتخصصين ديالو اللي ما نقدروش نطفلوا عليهم نرجعوا الفعل هو الفعل من كان خصو ليه مثلا الاطار ديالو اللي نزاها وتنطلقوا الحمام انه كان هيئو الحمام من المسائل اللي ضروريه انه فاش غادي نهزوا هذاك الحمام ما يمكنش غادي نهزوا في شي حاجه اللي ما غاديش تليق به اذا تنوجد ليه السله ديالو اللي قلنا في الحلقه اللي سميناها الزكاوه وكنحددوا مع الكسابه الموقع ولا المنطقه اللي غادي نطلقوا فيها
والكساب ديك الساعه ملي تيخرج الحمام ديالو تيتفقدو اولا، ولكن القبضه ديالو راه ما يمكنش غادي نوصفها على الهواء، انما هي القبضه تتبان فيها واحد الحنان، تتبان فيها واحد الابه، تتبان فيها واحد ما غاديش نقدر نصور لك السي انس وانت قابض الحمام ديالك قدام واحد الملا وانت بغيتي تطلق الحمام ديالك. شحال العدد؟ واش هناك عدد معلوم ولا على حسب اللي جبتي انت؟ لا على حساب، على حساب الاتفاق اولا، اولا اللي في اطار الجمعيه اللي ولينا تنشتغلوا عليها تولي تتحدد العدد، العدد ولكن غالب الاحيان تتكون الزوج، يعني تذكرون التوا ديالو، تذكرون التوا ديالو الاخوان ديك الساعه تيشتغلوا، ان اما تذكروا الابن ديالو اما تذكروا نتو وبنته، المهم في هذاك تيبقاو زوج. نعم. الزوج هما اللي تيتطلقوا. طريقه الطلاق كيفاش تيوقف؟ قلت لك تتحس بواحد النشوه. هذيك العمليه اش تسميوها انتم في الجارغون ديالكم؟ هو تنسيبوا الحمام. تنسيبوا الحمام. نعم. ايه تيتسيب الحمام، تلقى اللي تطلقوا هزيتيه من الزقاوه، من الزقاوه وسيبتيه بحنان. اذا العيون كلها هي في ديك اللحظه فين تتسيب انت الحمام. كاينين الناس اللي سيدي حمد راه واحد واحد الاضافه بالنسبه لك، ما تكون تقويسه لا لا ما هذيك شي عوينه ما مصلياش على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو كانت الطقوس القديمه كيف حكوا لنا الاخوان وكيف دركنا بعض، ان الذكر ديال الحمام الزوج الاول اللي تيتطلق الاول، ومن اللي تيتطلق قال لك تيخرج، ومن اللي تيخرج يبقى تيتسنى واش بيطلق ليه الحمامه ديالته ولا ما بيطلقها، تيتسنى تيتسنى هو تيتلقى وتيخرج بواحد سميتو تيتسنى ريشوم تيتسنى هي تيطلق ليه الحمامه قال لك وتيمشي فوقها وتيتم غادي غادي غادي. وإلا قال لك كان ديك الساعه الا تطلق الذكر هو الاول ورجع هذاك تيتسمى ديفو في الحمام، وكانوا الناس الى تلقى الى رجع لعند الى كاين تيرجع تيدور 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 الى رجع تيكون ديفو، ولا تلقوا جوج في دقه واحده تيتسماو ما جوج حمامات ولا جوج فرادة، المهم فين تيطلق واحد وتتبعوا الاخرى هذيك تتعني الزوج، وفاش يطلقوا في دقه واحده تيعني انهم جوج نتوات ولا جوج كره. نعم. هذا هو اللي كان، دابا ما بقاش هذاك الشيء، دابا ولا الناس تيخلطي شير تصلح النبي، كاين اللي تيحل السله وتيطلق، كاين اللي تيهزو من جناحهم وتيشير، كانت واحد الطقوس، كانت واحد المسائل بالنسبه للقط اسي الزوق. نعم. هذه الكلمه ديال اللقط، اللقط. واشنا هو الحويجات المحتويات ديال هذا اللقط؟ اللقط كوا دابا عرفتي تبارك الله دابا شو ولا دابا الاخوان عرفتي فين ولا وفينتين، راه القمح، القمح البير، البير المزقور، الترسانه، الكيكر، الزوان، زريعه الكتان، الزريعه الكحله، الجلبانه، عرفتي راه تبارك الله زعما العدس والفول والارز كاع شي تيتكال كلشي تبارك الله كلشي ياكل. بطبيعه الحال سي عبد الرحيم يعني هذه واحد اكثر من 20 يوم تكلم لي تكلم لي على علي على متطلبات ديال هذه الحميميه. هو تبارك الله راه الان راه مجموعين في اطار الجمعيات، لكن تكلم لي على الدواء اللي باقي غالي، الدواء اللي تيقدر يجي وهو قديم. تكلم لي على الغلاء ديال الدواء، فواش بالفعل تتاكدوا الكلام ديال سي عبد الرحيم في هذه النقطه هذه ديال أكيد. فيما يتعلق بالدواء والغلاء ديالو؟ اكيد سيدي انس، انه اللي تيعانيوا منه الكسابه مجموعين. نعم. اولا ما عندناش اطار في اطار في اطار الجمعيه ما توصلناش انه نتواصلوا مع البياطيره. نعم. وتحياتي من هذا المنبر لجميع البياطيره اللي عندنا متخصصين في الحمام. لا اكدوا لينا على انه عدم الاختصاص في الحمام، كاين تخصص في الدواجي الاخرى، ولكن التجئنا لهم والتجئوا لهم الاخوان في جميع الامراض وما استطعوش انهم يواكبونا في اطار جمعوي، وحنا تنأكدوا على انه في الاطار الجمعيه راه تنطرقوا جميع الابواب باش نتخلصوا من الامراض، ولكن اللي منين ما لقيناش البديل هو انه التجأوا الاخوان الى الدواء ديال الدجاج بصفه عامه وتنستعملوه تنقصوا الكميات، لانه وزن الدجاج ماشي وزن الحمام، تنقصوا من الكميات وتنستعملوه كذلك الدواء ديال الانسان كانت كذلك تندخلوه، لانه من كتشوف مثلا الحمامه كيف قال سيدي احمد، من كتشوف واحد الفرد
واحد الفرد اللي مريض ربما ربما الاخوه راه غادي ياكدوا معايا انه راه يقدر يبكي. نعم. يقدر يبكي. نعم. الا تيشوف انه بيفقدها من بين يديه. هذا هو هذا هو اللي اكيد في الجانب الادويه. الادويه اللي كتدخل لينا من 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 من, من الغرب انها الغالب ديالها تتكون غاليه اولا و بيريمي قدمت سي الزواق. واحد الاضافه. نعم. عندنا لاحظت انا بان الادويه اللي تدخل على برا كلها هي تجاريه بالدرجه الاولى. علاش؟ انها كل مرض من الامراض الا وعنده دواء خاص به. بالعكس حنا تلقاو بالنسبه للانسان ان لي زونتيبيوتيك انه فاش تكون دارك الدرسه تمشي تاخذ انتيبيوتيك ديال الدرسه في نفس الوقت فاش تقرا في النوتيس ديالو انه المسالك البوليه لهذه لهذه لهذه. نعم. انا هنا تنشوف المساله بانها تجاريه 100%. انا تيقول لك السالمونيل عنده ديالو. الكوليباسيلوز عنده ديالو. الكوكسيديوز عنده ديالو. علاش وفي نفس الوقت تلقاو ان الانتيبيوتيك انه تيقدر يحارب هادو كاع مجموعين؟ نعم سي عبد الرحيم. بقات لينا واحد الربعه ديال الدقائق. ناخذوا معك يعني المتمنيات ديال الحميميه في مدينه مراكش اللي باقيين مصرين على يعملوا على استمراريه هذا الطقس اللي عرفته مدينه مراكش، وانتم من ضمن الناس اللي باقيين محافظين عليه الى جانب سي الزواق وسي العرجوني وواحد المجموعه من الاخوه. فيعني اشنا هي ذاك الحدود الدنيا اللي كتطلبوها انها تكون موفره لكم؟ المسائل اللي بغينا واد بالنسبه لهاد الباز اقرنا. نعم. باقي الباز كاين في المدينه. الباز تعطى عليه فلوس باش يكون المغرب محميه. نعم. يجيو تيطلقوه. نعم. اخيرا قبضوا الميسور وجابوا لهذاك الباز اللي تيطلقوه كلهم الخليجيين. نعم. اللي ردوا لنا هذه البلاد هذه ردوها مسرح. نعم. مسرح ديالهم ماشي المسرح ديال سميتو مسرح هو فين تنطلقوا المسائل. مرعى 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 قصدي تقول مرعى. نعم. فين تيطلقوا هذا الشيء ديالهم وجابوا ليه سميتور جابوا واحد النهج ديال السير اللي تياكل جابوا من السير ديال اللي هو الحبار ولكن ما بقاش ياكلوا تياكل لنا حنا حمامنا. نعم. ما عندناش الفضول في هذاك الباز. نعم. ولا جيتي تضربوا ولا تقتلوا غادي تمشي عليه الحبس. نعم. وتيخرجنا حنا خصنا سوق وهاد الناس هادو اللي عندهم اللي ممكن اليوم يتعاونوا معنا على هاد الباس يتعاونوا معنا نحيدو وبينا سوق وبينا الاخاء يكون بين الاخوان ويقتلوا الجمعيات ويجيبوا لنا الدواء اللي يكون في صالح الحمام. نعم. والنداء الجامع هذا تربيه الحمام راه مساله هامه بمراكش. نعم. المراكشي راه عنده جوج المسائل عزاز عليه كاع شقات عزيز عليه الطريجه تاع الدقه وعزيز عليه الطنجيه وهذا عزيز عليهم الحمام وعزيز عليهم الحمام وعزيز عليهم الحمام. واخا سيدي عبد الرحيم سيدي عبد الرحيم بغيت ناكد على انه مجموعه من الاخوان اكدوا لنا على دقيقة. على 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 وجود السوق السي انس لانه هذا السوق هذا تيكون واحد كاطار تنظيمي اللي هو مهم واللي بغيت ناكد على اللي قال السي محمد البرنيسي انه الاغلبيه تاع الكسابات الحمام راه فيهم هو عندهم واحد الخصله تاع الاخوه والتعاون. نعم. وفي ديك الفتره فين كنا تنكسبوا الحمام ما كانش تبلي الحمد لله. كنا جميع الاوقات ديالو تنقتلوها في الصباح وفي السي البرنيسي اكد لي على انه فاش كان مسؤول في البلديه في واحد الفتره من الفترات يعني مجموعه من الناس في الرحبه كانوا تيتشكاو من الحميميه وكانوا تيطلبوا يحيدهم وهو بقى مصر على انهم يبقاو الحميميه. اكيد اكيد وغادي نختم بواحد بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما من دبه في الارض ولا طير يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء
ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم وشكرا سي أنس. لا أكيد أعزائي المستمعين على أننا كنشرفوا على نهاية الحلقة الثانية. في الأسبوع المقبل يعني واحد المجموعة من الإخوان اللي تيهتموا بالطيور يعني ألحوا على أنها تكون حلقة أو حلقتين خاصة بالطيور. ربما الأسبوع المقبل نتناولوا الطيور وتقنية تربية الطيور وكيف يمكن العناية به. ما بقى لي إلا نودعكم ونشكر سي الزواق سي أحمد سي العرجوني ولي حسن سي عبد الرحيم البويضة سي محمد بن نيسي سي صنهاجي على كل ما قدموه من معطيات ومعلومات. شكر موصول زميلي سي محمد منصور على مستوى الإخراج. هذا أنس الملحوني كان من وراء الميكروفون كيحييكم. لكم مني كل الحب. إلى اللقاء. الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها. هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها. وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.